بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء سعيد للجميع إن شاء الله. اليوم راح نتحدث عن موضوع يعني جدا مهم، اللي هو تقنيات الوصول بالطفل للحساب التخيلي. لحد الآن إحنا بعدنا بالجمع والطرح البسيط. الجمع والطرح البسيط هو يعني معناته بأننا ما أحتاج أي قوانين أطبقها في يعني أي مشكلة ما تكون عندي في عمود أعمدة السوربان من ناحية الجمع والطرح، يعني كل شيء متوفر عندي، يعني كل الخرزات متوفرة عندي، فما ألجأ إلى عمليات الجمع والطرح المركب. اليوم إن شاء الله ناخذ إحدى التقنيات الخاصة ببرنامج حصاد السوربان، اللي هي يعني منفردين بها بما يميز البرنامج، بأن إحنا المستويات الخاصة بحصاد السوربان هي 5، بالإضافة إلى يعني الأمور اللي خاصة في أطفال الروضة وكذلك الأول ابتدائي. وهذه المستويات إحنا لخصنا بها برنامج حصاد السوربان حتى الطفل يقدر يتقن السوربان بشكل سريع جدا وبأقل تكلفة وبأقل يعني بأصغر فئة عمرية. يعني هو مثل ما قلنا إحنا، السوربان هو واحد، جميع القواعد هي موجودة عند الكل. أكو بيهم يسوي 10 مستويات، 10 كتب، أكو بيهم يسوي 8، أكو بيهم 9، أكو بيهم تخضع لأمور تجارية، يعني مثلا يقول لك أنا ممكن ما أسوي 5 كتب أسوي 10 كتب. وبعدين الطفل في هذه المرحلة يمل، يعني مثلا المستوى الأول فقط في الآحاد، يعني تشوفون فقط الأمور في المستوى الأول تتركز في عمود الآحاد فقط، كتاب كامل في عمود الآحاد. وبعدين يعني محاضرة يعني يتخلى في أصدقاء الرقم 5، وهذا حقيقة يسبب إرباك للطفل ويسبب عدم يعني إتقان للسوربان بشكل سريع. من الأمور اللي يشتكي منها يعني كانوا بعض المدربين بأن الطفل ما يوصل للتخيل، يعني فقط يحل على المعداد، وبعدين أيضا حتى من يعطي أصدقاء الرقم 5 يشكل عنده حاجز. اليوم إن شاء الله إحنا راح ناخذ أهم التقنيات اللي نتبعها في برنامج حصاد السوربان في الوصول للطفل لحساب التخيل بشكل كامل. أنا العنوان اللي دزيته هو تمدد، يعني الوصول بالطفل للحساب التخيلي من خلال التمدد الأفقي في المعداد. خلينا نشوف شنو معنى التمدد الأفقي في المعداد. نكتب هذا العنوان، التمدد الأفقي في المعداد. هذا العنوان مالتنا، التمدد الأفقي في المعداد. شنو يعني هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يعني بأن المعداد خاصيتين، خاصية العمودية اللي هذا عمود وهذا عمود، هذا يسمى اتجاه عمودي، تمام؟ الاتجاه الأفقي هذا عكسه، هذا الاتجاه الأفقي. فإحنا راح نمشي في عمليات الجمع والطرح البسيط بشكل أفقي. يعني أول مرة مثل ما قلنا بتقنيات الوصول للطفل في الحساب التخيلي، إحنا أخذنا رقم 1 من خلال الكود هذا اللي موجود. كنا هذا الكود مثلا 3R، وندي يعني هذا 3R 1D. يعني هسه أنا أخذت 1D بالجمع والطرح البسيط، بالجمع والطرح البسيط أخذت العمود الأول فقط، يعني ما دخلت أصدقاء الرقم 5، أخذت فقط هذا العمود، حلينا عليه بعض المسائل. مثلا حتى أجي للطفل بالحساب التخيلي حتى أوصل بيه بسرعة، مثلا أخذ له معنى التمدد الأفقي في المعداد، أخذ له مثلا 2 زائد 2 زائد 5، مثل هكذا معادلات، هكذا معادلات. يعني لو نمشي ويا الكتاب ناخذ هكذا معادلات 3R 1D، وقلنا هاي شنو معناتها 3R 1D؟ هنا الـ R يمثل الصف، يمثل الصف، يعني هذا صف وهذا صف يعتبر عندي وهذا صف. إذن 3R يعني 3 صفوف، 3 رو يعني 3 صفوف، 1D
يعني في كل صف كم رقم؟ رقم واحد، يعني هذا رقم واحد في هذا الصف، وهذا رقم واحد في الصف، وهذا رقم واحد في الصف. هاي معناته الكود مود. فأنا الطفل هكذا معادلات آخذ لي، يعني رقم واحد وعلمنا عليها تخيلي في صف الآحاد إلى أن يتقنه بشكل جيد، يعني فقط آخذ له هذا الصف. تمام؟ بعدين من آخذ له هذا الصف؟ مثلا هسه أخذت 3 أرقام بالبسيط وشرحناها إحنا. بعدين شو آخذ له مثلا؟ أيضا زائد واحد زائد خمسة منك. آخذ له 4 صفوف، بعدين آخذ له 5 صفوف إلى أن يتقن عمود الآحاد، ما دخل أصدقاء الرقم 5. ثم بعد ذلك شو أسوي؟ أتمدد في المعداد بشكل أفقي، يعني هسه مو أخذت الآحاد واتقنها الطفل، بعدين شو آخذ له؟ أدخل له وياها العشرات، يبقى شوف شلون قاعد أتمدد بالمعداد بصورة أفقية، يعني ما آخذ له فقط هذا العمود وبعدين أدخل لأصدقاء الرقم 5 جمع وطرح المركب، لا، آخذ الآحاد حتى يتقنها الطفل بشكل جيد، وبعدين أتمدد إلى عمود العشرات بالبسيط. تمام؟ لو لاحظ بالكتاب شلون هذا معنى الحكي مالتي. نطلع كتاب المستوى الأول. طبعا هذا كتاب هو المستوى الأول. معنى التمدد الأفقي راح أشكل يعني أشرح لنا بشكل كامل. لاحظ يعني مثل ما قلنا الطفل أول مرة لا ما درس أنه لا جمع ولا طرح ولا شيء، نعلم على المعداد، قراءة المعداد، موقع كل خرزة هو المعداد، هاي بالبداية، يعني هسه بديله من هذه العشرة، بعدين هاي علمنا قراءة المعداد، وكل الأطفال يطبقون على السبورة، وبعدين أنت تكتب لهم رقم ويقومون يخلون على المعداد يمثلونه إلى أن يتقنونه بشكل جيد، على الأقل آحاد وعشرات. بعدين هنا هم يمثلون، يعني هسه أنا أعطيهم صور مال سوربان وهنا يكتبون الرقم مالتها شنو معنى المعداد. تمام؟ يعني انت هسه مثلا عندك سياره تجي رايسين السوق، غير تعرف مكونات اللي تقدر تسوقها، شنو الستيرنج، شال البريك، النمرات مال الجير. انت اخواتنا هسه اللي يتعلمون سياقه، يعني اول مره رايسين طو السياره وقال السوقي، لا، غير تتعلمون مكوناتها. فالمعداد نفس الشيء، قبل عمليات الجمع والطرح اعطوهم محاضره، محاضرتين، 3 محاضرات، انت عندك سنه دراسيه كامله يعني. فلازم يعرفون شنو معنى هذه الخرزات، يعرفون يقولونها بشكل جيد، لان احنا بالسوربان ندرس صور. يعني هسه مثلا هنا هاي واحد، هاي مو يمثل هنا واحد بالمعداد، هذا مو رقم واحد، هاي صورة الرقم واحد. بعدين حتى الطفل من يحسب حساب تخيلي يعرف صورة الرقم واحد، هنا صورة الرقم اثنين، هاي اثنين، لاحظ هاي صورتها اثنين بالمعداد، هاي صورتها ثلاثة. بعدين من يحسب حساب تخيلي يتذكر صورة الثلاثة، هنا 4، صورة الأربعة، صورة الخمسة هي هاي واحد، الخمسة الخماسية فوق، الخرزة الخماسية. فإحنا بالسوربان ندرس الصور، لازم يتقنها بشكل جيد. زين، لاحظ هاي كلها علم على المعداد. لاحظ هنا بداية التدريس مالته شنو نعطيه؟ نعطيه عمود الآحاد بسيط، يعني جمع وطرح بسيط في عمود الآحاد. لاحظ هنا عندي المعادلة مالتي متكونة منين؟ من 3 صفوف، هذا صف وهذا صف وهذا صف، هذا صف وهذا صف وهذا صف، بس عمود الآحاد، بس عمود الآحاد أول مرة، بس عمود الآحاد. وبعدين نتوسع بالآحاد، لكن شنو هو؟ نزيد لعدد الصفوف. مثل ما قلنا احنا السوربان هو يدرس بشكل جرعات، يعني شلون عندي أنا هسه مثلا هاي شيشة الدواء، زين، فالطفل يعني يشربها كلها واحد يتمرض بالزايد، يعني يصير عنده سايد افكت يسمونه، يعني نتيجه عكسيه يتسمم. بس شنو هو؟ من نفتح هنا هذا القبق ونعطيه حسب الجرعه الموصى بها من قبل الطبيب راح يطيب بشكل سليم. فالسوربان نفس الشيء، ما يصير انا الطفل راسا اعطيه احاد وعشرات ومئات وهذا،
بالعكس يكون التأثير سلبي على الطفل وراح ينفر من السوربان. لذلك يجب أن يكون التدريس بشكل جرعات. يعني حتى احنا ما وضعنا، يعني اللي يسأل بالمدارس، يعني اكو موجودة خطة للسوربان؟ السوربان ما بيه خطة. انت شوف طلابك شنو يتقبلون، قادرين على إضافة مثلا انت اعطيتهم ثلاث صفوف، قادرين بعد تعطيهم لحد خمس صفوف امطيهم بعدهم؟ لا، لازم تدرسهم حسب هذا الموضوع. فالكتاب هو مو مقدس 100%، احنا لازم نخلصه مثل يعني الكتب المنهجية الأخرى. لا، انت سوي مسابقات بالصف، سوي كثير من الأمور الخاصة. زين، نعم، هنا السؤال الست تسأل، يعني هو السؤال خارج الموضوع، يقول بالنسبة للأطفال أول ابتدائي، احنا قلنا في محاضرات سابقة اتركوا هاي الركزة، لا تكتبونها، اتركوها، وهاي هم اتركوها، هذا رقم واحد. لأن بالمسابقات احنا نكتب رقم واحد، هذا رقم واحد حتى الأطفال. كذلك كمثل رقم 7 لا تخلون هاي الركزة، أنا من ساعة شرحتها بالفيديو، هذا 7 احنا نعرفه بالمسابقات، هذا رقم 7 بالنسبة للسرعة. حتى أطفال الروضة وأطفال الابتدائي هاي الركزات ما نريدها. زين، الآن ناخذ لهم الآحاد، لو نروح نشوف التطور هنا هسه شنو صار عندي؟ نعم، هنا هسه شنو نلاحظ التطور اللي عندي هنا؟ هاي سولف باي اباكاس يعني حل بالمعداد، سولف باي اباكاس يعني حل بالمعداد، ما يحلون تخيلي. هنا نلاحظ شنو صار عندي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني صار عندي مكان ما كان عندي ثلاثة، صار 4 صفوف. إذا هذا الكود مالته شو يساوي؟ الكود ضروري جدا تتعلمونه، اللي ما فاهم الكود حتى يشرحه عليه. هنا عندي هذا يصير 4 R 1 D، هذا الكود مالته. يعني كم صف الثاني عندي؟ عندي هذا صف وهذا صف وهذا صف وهذا صف، 4 صفوف، ف4 R 4 R 1 D. يعني هذا هسه في كل صف رقم واحد، ف1 ديجيت 1 ديجيت، هاي معناته. لاحظ التطور اللي عندي. اذا الان انا ازيد الجرعه، ازيد الجرعه للطفل، شو انطيه؟ انطيه 4 صفوف. ساعة من طيته 3، هسه انطيه 4 صفوف. هنا هاي التايم الطفل من يحل يكتب الوقت المستغرق بالحل، هو اللي استغرقه. مثلا تقول لهم انا اريدكم تحلونه 5 دقائق، هذا 5 minutes، انت تحدد 5 minutes، الوقت مالتكم 5 minutes. مثلا محمد خلص باثنين، يكتب هنا دقيقتين، هذا التايم مالته. هنا ايضا هذا مثلا علي خلص ب3 دقائق، يكتب هنا 3 دقائق. هذا التطور مال الاطفال بما ننحل بالمعداد. تمام، هسه من بديتوا تحلون بالمعداد، هسه علمهم على التخيلي، بناء على التخيلي ايضا يمشي بالمعداد. هنا هسه عندنا 4 1 دي، لاحظ انا هسه شمشي بالمعداد، امشي بصوره تمدد افقي. هسه بس اخذت عمود الاحاد، اخذت عمود الاحاد، هنا لاحظ هنا شنو عندي؟ عندي عمود الاحاد. هسه بس اشرح على الاحاد في الجمع والطرح البسيط، فقط اخذ عمود الاحاد، ناخذ مساحه الطفل، خليه يتعلم الاحاد بشكل جيد، خليه يحسب التخيلي. واخذنا احنا في المحاضرات السابقه، اللي ما شافوها يرجعوا لها، واللي يريد منها تسجيل ادزه اليه، اذا ما عنده تسجيلها ادزه اليه. اخذنا الامور اللي خاصه في كيفيه الرد، كيفيه الرد للطفل بالحساب التخيلي، شلون ارد للطفل بالحساب التخيلي، شلون المد بالرقم، هاي كلها اخذناها في المحاضرات السابقه. لكن الموضوع مالتي الان هو التمدد في المعداد في الجمع والطرح البسيط. تمام، هنا نلاحظ ايضا عندي 4، هذا هنا تشوفونه هاي علامه المنزل،
هاي شنو تعني؟ تعني هوم وورك، يعني كل ما يشوفون علامة المنزل سولف باي أباكاس، حل بالمعداد، هاي علامة المنزل معناتها هوم وورك، يعني واجب بيتي هذا تعطونه للأطفال، يحلونه واجب بيتي ويكتب التوقيت مالته هنا. لكن بيش يحله؟ باي أباكاس، حل بالمعداد. وانت مثل ما قلت حاول اسوي لك مجموعه خاصه بالسوربان بعيدا عن جروب المدرسه، سوي جروب خاص بيك مع الواتساب حتى تتابع الاطفال. يعني انت اكتيفيتي تشتغل، يعني اكتف الشغل مالتك هو يعني ما له علاقه يعني ناجح الطفل او ما ناجح، انت المطلوب منك تطوير القدرات العقليه للطفل، فتحتاج فيديوهات تدريبات منزليه تحفزهم. دائما وثقوا الشغل مالتكم الموجود بالصف، صور طلابك وارسله في المجموعه مالتك حتى الاهل يتفاعلون وياك ويساعدونك بالمنزل، لان السوربان حقيقه يعتمد تدريبات منزليه 70%، 70% من تدريبات السوربان هي منزليه، يعني انت بالمدرسه وقتك قليل فيصير عليك 30%، لكن بالمنزل هو اللي اهم ناسه. هنا ايضا منزلي لكن شنو هو؟ ايضا تخيلي، سولف باي سولف مينتلي، حل تخيليا، هاي الطفل يتخيل ويحلها، يتخيل المعداد. هذا أخذناه في المحاضرات السابقة. عندي إحدى الإجراءات اللي أستخدمها أنا، نشاطات اللي مع الليسنينج ومع الرايتينج، هي التيم. هذا موضوع التيم راح تشاهدونه هواي بالكتاب، جدا مهم. شنو معناته هذا؟ هنا هذا موضوع التيم، يعني لو تأخذ محاضرة واحدة كلش كافي، يعني محاضرة، كل محاضرة تأخذ بها هذا الإجراء، ويعني عبارة عن سباق داخل الصف. هنا تيم معناته الفريق، تيم معناته الفريق. هسه شنو هو الحل مالتي؟ باي أباكاس، بالمقدار. تقسم الصف مالتك، قد يكون مثلا 20 طالب بالصف مالتك، تقسمهم 10 يحلون أي و10 يحلون بي، تمام؟ 10 شي يحلون؟ قلت لهم 10، انتم 10 طلاب احمد حسين الى اخره، تحلون لي اي، تحلون بس هذا، بس هذا الجدول تحلونه، تمام؟ وانتم الباقين تحلون لي هذا الصف، مع ملاحظه يعني مو كل الزينين انت تخليهم المجموعه، لا تحاول مثلا انت الزينين عندك 5 اللي هم سريعين مثلا، تعرفوا القدرات الفرديه بين الاطفال متفاوته، فتخلي مثلا 5 بهذا الفريق و5 بهذا الفريق. هذا الاجراء شلون يكون؟ تقول لهم هذا المطلوب عندكم انتم حاليا، تحلونه بالمعداد، وقتكم مثلا 5 دقائق. انت كمدرب تقول 5 minutes، الوقت 5 دقائق، لان خب ما يضيع منك تتركها مفتوحه واحد يخلص بربع ساعه، لا تخلي النقال مالتك وقته على 5 دقائق وتقول لهم ابدوا حلوا. فمثلا هنا فريق اي احمد خلص بدقيقتين، يعني قالت مثلا 6 خلصت، قلت له قل لي له شنو هو؟ اكتب انت هنا توقيتك 2 دقيقتين، تعلمونه يكتب 2 ويترك الحل، يعني ما يحل بعد، يعني هو بعد خلص الجدول ماله. زين مثلا احمد خلص بدقيقتين، علي خلص ب 3 دقائق، مثلا هذا الفريق متكون من أشخاص، وحسين خلص بدقيقة، هذا فريق أي. فريق بي مثلا علي خلص بدقيقتين، عندهم واحد اسمه علي وعندهم واحد اسمه مثلا صلاح، خلص ب4 دقائق، وحمزة انتهى الوقت وما خلص، انتهى ال5 دقائق انت اللي مخليها وما خلص الحل مالته، يعني خلصت ال5 دقائق وهو ما خلص. فهذا يعني over 5 minutes. هذا خلص الوقت، خلص وبعدها ما خلص. فتجون تجمعون فريق اي، 2 زائد 3 5 1 6، إذا التوقيت مالتهم 6. سكس مينت. هنا هذا الفريق ايش قد التوقيت مالتهم؟ 2 و4، وتحسب الخمسة كلها.
تحسب الخمسة كلها لأن ما خلص، فالتوقيت مالت ماديسكا صار 6:05 11 مينت. إذا منو الفريق الفائز؟ الفريق الفائز وهذه المحاضرة هو فريق أي، لأن الوقت مالته أقل بالحل. بعدين شو تسوي؟ من تخلص الأمور الخاصة بهم تقول لهم مثلا أحمد رد لي الإجابات، إجاباتك حسين رد لي إجاباتك، أي واحد رد الإجابات مالته. فتقوم 3 أو 4، مو تقوم الصف كله يضيع الوقت مالتك، قوم 3 4، ومن هذا أيضا الفريق قوم 3 4، وبعدين أنتم ردوا لهم الإجابات الصحيحة، تمام؟ ردوا لهم الإجابات الصحيحة و تختموا لهم هنا مثل ما قلنا، نسوي لك ختم على شكل نجمة بداخلها 10 وتخلص. هذا معنى التيم، هذا معنى التيم. كم يعني من تلقاه في كل ورقة تسوي. هو هسه هنا عندنا الجمع وطرح البسيط، يعني هذا شوف لاحظ، هاي كله جمع وطرح بسيط. بعد انا ماخذ بالآحاد، بالآحاد شوف ايش قد اخذت هنا تمارين ومسابقات وكذا بعمود الآحاد بالجمع وطرح البسيط. نزود الجرعة مالتنا، تمام؟ هنا هسه لو تشوفون ايش قد صار عندي، 1 2 3 4 5، 1 2 صار عندي 5 صفوف، صار عندي 5 صفوف. لاحظ الآن شنو هو المعداد؟ ظليت أمشي بيه بشكل تمدد أفقي. هسه يا عمود أخذت العشرات، بس بعدني بالبسيط، ما داخل بأصدقاء الرقم 5، كله جمع وطرح بسيط. حتى في الجرعات اللي خاصة في عمود العشرات أنا أخذها على شكل دوزات. دوز هو معناته الجرعة. شو أخذ؟ 10 11 12 13 14 15، ما اخذ غير ذني. لمن يتقنونهم الاطفال بشكل جيد، وايضا نفس الحاله عندي هسه حاليا، انت حتى من تاخذ التيم مالتك، ولاحظ التيم هذا تكرر عندي، يعني في كل محاضره يتكرر عندك مع اختلاف الدوز. يعني هسه ايش اخذنا بالاحاد، هسه ايش طلع؟ دخل عندي عشرات لكن ما طلعت فوق ال 15، بعدني ما ماخذها. فتقسمهم اي وبي ويحلون هسه بالمعداد، تمام؟ لاحظ هسه ما ينتظر هنا، حلو بالمعداد، تيم بالمعداد حلو. هنا شي يحلون؟ يحلون تخيلي، ايضا تقسمون فريقين ويحلون تخيلي مو بالمعداد. لاحظ التطور، ها هسه صار عندي زادت الجرعة مالتك، لكن بقيت بالجمع والطرح البسيط، ما ابتعدت عنه. يعني صار عندي 1 2 3 4 5، بس شنو دخلت عندي عشرات ايضا. لاحظ التطور شلون يصير؟ هو هذا الصحيح. مو اخذ لهم عمود الآحاد محاضرة محاضرتين وبعدين انطيهم اصدقاء الرقم 5 الجمع والطرح البسيط. اللي يسأل شنو اصدقاء الرقم 5؟ يعني مثلا عندي انا هنا 2 زائد 3، هاي ما تنحل حاليا بالمعداد بالجمع والطرح البسيط، هاي تنحل بقوانين خاصة بيها. يعني هسه مثلا 2 زائد 3، أصعد 2 3، بقت عندي ما بقت عندي 3، منين أطلعها؟ فهذا هو اللي أقصده أن تجمع الطرح المركب. حاليا ما تأخذ للطفل لمن يتقن المعداد بشكل جيد والحل على السوربان بشكل جيد وإتقان عمليات التخيلي. بعدين من أدخل هذه الأمور تكون عنده تحصيل حاصل. لكن أنا أتكلم حاليا عن الدوزات، شلون نطي الطفل بشكل جرعات. لاحظ هنا 16، هسه من خلاص 12 جت عندي 16 17 18 19 10 وهكذا. ناخذ أسئلة، من عنده سؤال يكتب على شكل رسالة أو يحب أفتح له الميكروفون يتكلم، بس يسوي لنا هاند رايز، إشارة الهاند رايز أنا أفتح له الميكروفون.
يعني هذا اللي أقصد أنه بأصدقاء رقم 5، فهسه أنا عندي هذه المعادلة. اثنين زائد ثلاثة هسه صاعد هنا اثنين هاي صعدت اثنين بعدين شيل عدي هاي صعدت اثنين زائد ثلاثة اجي صعد هنا ثلاثة ما عندي ثلاثة تمام هذا اللي اقصد به المركب شو نسوي بهذا الاجراء نستخدم اصدقاء رقم 5 بعدين نعم. لكن هسه هذا ما ناخذه هسه الى ان الطفل يتقن الجمع والطرح البسيط في الآحاد وفي العشرات وفي المئات، فالمعداد يكون عنده تحصيل حاصل، يعني يصير قوي بالتخيلي ويصير قوي بعرفة المعداد. بعدين من ندخل الجمع والطرح المركب اللي هو صعب نسبيا على الطفل هسه لاول مره، لكن بعدين يصير جدا ممتاز بهذا المعداد. صفحة 19 و18 في الجدول الحقلي اللي حلمونه. السؤال هنا شو يقول؟ يقول بالمسابقات الرد باللغة الإنجليزية أو بالعربي؟ المسابقات ما بيها رد. راح أدز لكم نموذج مسابقة مال السليمانية في المستوى الأول شوف. المسابقات الطفل ينطى أوراق بها معادلات 200 معادلة مثلا. المطلوب حلها في 10 دقائق، من تدق الصفارة الطفل هو يبدأ يحل بسرعة بسرعة مكتوبة باللغة الإنجليزية. المسابقات ما بيها رد، يعطونا معادلات هسه مثل هاي ويبدأ يحل الطفل إلى أن ينتهي التوقيت، فما بيها رد. أما تدريس السوربان بكيفك، أنت تريد تدرسه بالإنجليزي تريد تدرسه بالعربي، يعني مو أقصد الكتابة لا النطق. النطق مثلا مو كان ما تقول له 2 زائد 2 قل له 2 بلس 2، هذا يعتمد على أنت تدريسك، بس الكتابة ككتابة المعادلات لا لازم يكون باللغة الإنجليزية. هاي في الجدول في كتاب 19 و18 هاي حقل لكتابة المعادلة، يعني هذا الحقل الثاني هو للتصحيح يعني صح أو خطأ. الحقل الأول هو لكتابة الناتج والحقل الثاني تصحيح إذا كانت المعادلة صح أو خطأ. فالتمدد الأفقي بالمعداد هو اللي أقصد لنا بأن نحن نمشي بالمعداد، ناخذ آحاد وبعدين العشرات وبعدين نمشي للمئات في الجمع والطرح البسيط، حتى الطفل يطمن يكون متقن لهذه العمليات، تكون باقي العمليات عليه جدا بسيط. نلاحظ هنا عندي لو استمر بالكتاب شلون التطور بالمعادلات يكون. لاحظ إلى أن أصل هذا كله جمع وطرح بسيط، شوف بالأرقام لحد 45 كلها على شكل دوزات جرعات أعطيه إلى أن أصل إلى أصعب المعادلات. يعني لاحظ هنا حتى من أنطي رقمين صافية أيضا تكون على شكل جرعات، يعني هسه هنا شنو صفين صفين، هسه هذا بالمعداد شوية هاي تكون عليه صعبة، فناخذ صفين مو 3 صفوف، بعدين نتطور 3 صفوف بالمعداد. لاحظ حال بالمعداد هذا هوم وورك. الآن هذا جمع وطرح بسيط ما بي أصدقاء رقم 5، يعني ما بي جمع وطرح مركب فقط بسيط. شوف التطور عندي بالمعادلات حتى بالتخيل، يعطي رقمين يعطي رقمين ما يعطي 3 أرقام، يعني بعض المدربين يعانون يقولون 3 أرقام ما يكتب ما يقدر عليه، وانت ما منطي الجرعه بشكل صحيح. لازم تبدي وياه بالبسيط شويه شويه وتصعد بالمعداد، تمدد افقي يكون عندك. فما يصير من محاضره محاضرتين وراسا انطيته جمع رقمين ورقمين والطفل يعني يصير عنده صعب الحل، لازم يكون هنالك تناسق. لا تستعجلون، لاحظ هنا ايضا صار عندي هسه، يعني هسه صار عندي رقمين و4 صفوف. كله بالبسيط. ايضا هسه شنو هذا الاجراء تيم، يعني من بدينا بيهم صف 3 صفوف وجدا معادلات بسيطه، الان التطور صار عندي 4 صفوف في رقمين، يعني 4R 2D.
فالتدرج جدا ضروري، ولا تستعجلون بالنتائج، يعني النتائج بالنسبة للأطفال. يعني بعض المدربين رأسا وشكا، والله أنا أطفالي بعدهم، أو بعض المدربين تصير مسابقات، والله أنا صار لي 20 يوم أدرس بالمستوى الأول، يصير أشترك بالمسابقات. ومو موضوع للمسابقات يا أخوان، السوربان يعني حتى المدارس يقول لك أنا إذا أشترك أطبق السوربان حتى أدخل مسابقة. أنت قل لي شنو الهدف مالتك في تطبيق السوربان؟ أنا بالنسبة لي الهدف كتطبيق السوربان هو هو تطوير القدرات العقلية لدى الطفل، ما يهمني المسابقات. إحنا المسابقات اللي نسويها فقط لأن دعاية وإعلام تكون، صحيح إحنا نخسر عليها 10,000 دولار أو أكثر كل مسابقة، لكن هي قلت لك يعني هي مجرد شو، مجرد إعلام. اللي يفيدني أنت كمدرسة هو أنت شنو هو تريد السوربان، لازم يكون في ذهنك انت دخلت السوربان للمدرسه او سويت دورات للاطفال، هو تطوير القدرات العقليه لدى الطفل، هو هذا الاهم. من تخلي هذا الامر بين عيونك، يعني انت تريد تفيدهم، المسابقات تكون تحصيل حاصل. انت ايش ما تشتغل على طلابك، انسى موضوع المسابقه، تشتغل على طلابك بشكل جيد وصدقني راح يجيبون مراكز جدا متقدمه في المسابقات. الاهم هو يعني بعض المديرات المدرسه، إحدى المدارس خبرتني والله أنا عندي كذا كم طالب أريد هم فقط أدخلهم السوربان بالمدرسة حتى يشتركوا بالمسابقة. يا أخوان هو مو موضوعنا إحنا المسابقة، إحنا ما نهتم بالمسابقات كمؤلفين مثلا أو كاتحاد دولي، بقدر ما نهتم تطوير القدرات العقلية لدى الطفل. الطفل إذا دخل عندي مستوى الأول وشافوا أهله أكو تطور، حتما راح يدخلونه مستوى ثاني، وراح يدخلونه مستوى ثالث، وراح يدخلونه مستوى رابع. فأنا شنو الفائدة عندي؟ يعني الحمد لله العام المدارس اللي طبقت ويانا السوربان، السنة أيضا إجوا طبقوا المستوى الثاني. هذا شنو معناته؟ غير أكو معناته نجاح في تطبيق التجربة. فهذا هو الأهم يعني حقيقة. فلا تفكروا بموضوع المسابقات، لا، وين تريدهم أنهم يشتركوا في مسابقة دولية يعني مو محلية. يعني الأطفال اللي يشوفونهم حاليا في المسابقات اللي يعني السوبر تشامبيون أو تشامبيون أو حتى المركز الأول أو حتى الثاني أو الثالث، هذول مو يعني اطفال. يعني احنا هسه مسابقه السليمان اشتركوا 300 طفل، ذول 300 طفل يعني مجرد اشتراكه بالمسابقه هو يعتبر من خيره الاطفال. يعني عندنا تقريبا 5,000 واحد في العراق، فيعني مجرد ذهاب هذا الطفل ضمن ال 300 هو يعتبر انجاز بالنسبه لي. بعدنا ما شارحين اصدقاء رقم 5 6، بعدنا ما جايين، ان شاء الله راح ناخذها في المحاضرة القادمة. أصدقاء الرقم 5 راح نبدأ وياها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لاحظ التطور أيضا عندي، نعم، هنا سؤال: بعض الطلاب ينهي مرحلة دراسية بدون تمييز عقلي برغم قابليته المميزة للسوربان، فرصة لهم تطير. طبعا أكيد السوربان يا أخوان هو ما وضع للأطفال الأذكياء، لا، هو وضع للأطفال تطوير قدراتهم العقلية. طفل اللي ضعيف مثلا في الرياضيات او في المواد الدراسيه، طبعا بالمناسبه السوربان هو ليس برنامج خاص بالرياضيات، يعني اذا كان مثلا ابني زين بالرياضيات ليش ما دخل لنا سوربان؟ لا، هو يحرك القدرات العقليه لدى الطفل ويخليه يبدع في كل مجالات المدرسه، يعني ما له علاقه السوربان كذا وكذا. لاحظ هنا ايضا عندي التطورات شلون راح تكون. الان دخلت عندي شنو هو 3 ارقام، لكن بعدني بالجمع والطرح البسيط، هاي كلها جمع وطرح بسيط. لاحظ اخذ له طابقين، اخذ له صفين، هنا صفين. لاحظ التدرج بالجرعات عندي، لاحظ 3 صفوف صار، يعني 3R 3D. هذا كله جمع وطرح بسيط، طفل يكون قادر على هكذا معادلات. لاحظ الآن من ندخل أصدقاء الرقم 5 يكون عنده تحصيل حاصل. شوف نبدي وياه بالآحاد أصدقاء الرقم 5، يعني الطفل هو واصل للمئات بالجمع والطرح البسيط، ويعني عرف المعداد بشكل كامل. فمن ناخذ له معادلة 4 زائد 5 اللي بعدين نشرحها في الآحاد، يتقنها لو ما يتقنها يتقنها بشكل جيد، يعني يوم واحد يقدر ياخذها. وأيضا ناخذ له هواي أمور خاصة به نشرحها في نطاق أصدقاء الرقم 5 إن شاء الله. هاي الصور اللي يشوفونها يجد اختلاف بين الصورتين، ايضا هو ضمن المنهج حتى الطفل يعني يطلع من جو الدراسة وكذلك ايضا يطور التركيز مالته.
لاحظ يعني انا وصلت هسه يا صفحه، انا عندي 80، يعني صفحه 80 بالكتاب، وانا بعدني بالجمع والطرح البسيط، والطفل يعني ابدع في هذا الموضوع. أصدقاء الرقم 5، إن شاء الله أصدقاء الرقم 5 راح ناخذها في البارت الثاني من هاي المحاضرة الموجبة، وشنو معناتها أصدقاء الرقم 5، شنو معناتها راح ناخذها في المحاضرة، يعني الجزء الثاني. الجزء الثاني راح يكون الساعة، هسه ناخذ استراحة. هسه بال49 دقيقة ناخذ استراحة 10 دقائق، يعني 10 إلا 10 إن شاء الله. إن شاء الله بعد 10 دقائق وندخل المحاضرة، يعني إن شاء الله البارت الثاني.